عشان يبقى برضو اول دوري للزمالك بعد تقريبا حاجه 40 سنه يعني الزمالك ما خدش الدوري. دايما عندي احساس اللي هو لا كان اكيد عندي احسن من كده طول الوقت، بيبقى اللي هو جوايا يعني. ايوه انا استغربت قوي لما كنت بكلمك على ده، بكلمك على انت جايبه ما شاء الله مع التيم يعني 2 افريقيا ورا بعض مع الزمالك، وواحده منهم الاولى في تاريخه والثانيه 2 ورا بعض، فكل واحده فيهم حاجه كبيره قوي. اول حاجه قلتها لي بس كان نفسي اجيب الدوري والكاس. طبعا عشان يبقى برضو اول دوري للزمالك بعد تقريبا حاجه 40 سنه يعني الزمالك ما خدش الدوري. كل ده كنا بناخده احنا بقى في الاهلي. فنفسي طبعا في الدوري، نفسي احنا خدنا كاس السنه اللي فاتت مع الزمالك، كان نفسي طبعا في كاس السنه دي، ونفسي في اول بطوله سوبر للزمالك برضو. اوكي بس يعني اهم يعني بطوله افريقيا مهمه قوي، بالذات انت مش بتبقى بتلعب قدام الفرق المصريه، انت بتلعب كمان فرق افريقيا. فبطوله مهمه جدا جدا جدا، وهي دي اللي بيبقى فيها الجوائز كمان الفرديه اللي انت بتحس فيها بالمتعه يعني. بس دوري وكاس وسوبر طبعا مهمين قوي وما يقلوش اهميه عن البطوله بتاعت افريقيا.